استجمعت عزيمتك وقويت إرادتك وقلت خلاص من بكرة أنا هروح الجيم، وفعلا رحت، والكوتش نصحك إن أنت تلعب تمارين عامة بأوزان خفيف، ولكن للأسف جه جنبك واحد أرفع منك وبيشيل أتقل منك، فطبعا دي حزت في نفسيتك، حبيت تعمل نفسك بيج رامي، حطيت الأوزان بتشد أول مرة لقيت زي الفل، وعملت أول عدة وحسيت نفسك خلاص مش محتاج الجيم تاني، وسخنت أكتر أما لقيت نفسك ملفت للأنظار وزودت الوزن تاني. بتعمل أول عدة من هنا لقيت في كهربا مشت في دراعك، أو السيناريو التاني إن أنت دخلت وفعلا سمعت كلام الكوتش وتاني يوم جيت تتوضى فاضطريت إنك تعمل الحركة المشهورة وإنك تنزل وشك في إيديك عشان تمسحه. النهاردة هنتكلم عن إيه سبب الشد العضلي، إيه أنواعه، وهل ليه درجات، وإيه اللي أقدر أعمله عشان ما يجيليش شد عضلي، وأعمل إيه لو جالي. ودي بداية مواضيع تخص الرياضيين تقدر تتابعها على الفيسبوك أو اليوتيوب أسك دكتور شفيق. العضلة هي مصدر القوة بالنسبة لنا احنا، وطبعا عندنا عضلات ارادية ودي بتنقبض بناء على اللي احنا عايزين نعمله، ونوع لا ارادي واشهرهم اللي بيخليك تحس ان هي دي الكراش وهي انقباض عضلات القلب، وعايزك تبقى عارف ان شكل عضلاتك الحالي حجمها بالنسبة لجسمك ده ليه علاقة مباشرة بمستوى المجهود اللي انت بتعمله كل يوم. بمعنى مثلا انك لو شغال شغل بيحتاج مجهود بدني هتلاقي عضلاتك اكبر نسبيا من اللي شغال شغل مكتبي، يعني مثلا لو انت شغال شغل مكتبي هتلاقي اكبر عضلة فيك هي لسانك عشان انت بتتكلم كتير، ولو بتلعب باسكت بول هتلاقي دراعك كبير، لو بتلعب كرة زي الرجول اللي شفناها اما كنا بنلعب كوتوفار حجم عضلة الفخاد عندهم، وانا متعمد اقول فخاد لان ده مش زي اللي عندنا خالص، ده كان ما شاء الله مليان تضاريس وكويس ان احنا كسبناه. ولازم تبقى عارف ان في عوامل بتتحكم في تكوين العضلة ومنها العمر الجنس والجينات. تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحصل في الكرامبات بالظبط عشان نعرف نتجنبها. لو انت عندك العضلة بتنقبض فهي بتنقبض بناء على اشارة جاية من المخ بيحصل تغير في مستوى الالكترولايتس او الالكتروليتات، هي اسمها كده بالعربي، اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، فبناء عليه بيحصل الانقباض، ومع تكرار المجهود الانقباض ده بيحصل انبساط في انقباض في انبساط، فيبدأ يديك الحركة اللي انت محتاجها سواء بتجري بتنط بتمشي. ولازم تاخد بالك ان لو انت مثلا من النوع اللي مش نشط رياضيا، العضلة مثلا مبرمجة نفسها انها بتطلع كل يوم 3 ادوار وبتمشي متوسط 1000 خطوة في اليوم، جيت انت فجأة ورحت تلعب ماتش كورة وبتعمل استرتشات عنيفة جدا. مشكلة الاسترتشات بتبان مع الناس الغير رياضيين لان العضلات متعودة على حركات بسيطة، العضلات عبارة عن الياف عضلية، نتيجة حركات غير محسوبة أو ضغط عالي على العضلة بيحصل عنده تمزق. أول نوع بيكون تمزق بسيط مجرد بس 5%، لو قعد يومين ثلاثة بتخف. النوع الثاني بيكون أقوى شوية وده بيحتاج منه إنه يثبت العضلة وينام في السرير مثلا لمدة شهر. آخر نوع وهو أصعبهم هو القطع الكامل للعضلة، دي للأسف بتكون تدخلها جراحي عن طريق الطبيب بس وبتبقى في شكل عملية. وفي عضلات عرضة اكتر من غيرها للتمزق، يعني مثلا عندك عضلة الفخذ ممكن تكون بتجري تقف فجأة تغير اتجاه يحصل تمزق، وانت بتلعب بالدمبلز نتيجة الوزن الكبير، او انت بتجري مثلا حبيت تغير اتجاهك فجأة، ده استريتش يجيب لنا تمزق. المطلوب تجري تسخن تحاول تمد عضلاتك تكون زي الفل، وطول ما انت مستمر في المجهود العضلة بتبدأ تستخدم المصادر اللي عندها بالإضافة للأكسجين عشان تطلع الطاقة اللي انت محتاجها، ونتيجة الانقباض المتكرر بترتفع درجة حرارة الجسم ويبدأ فيه عرق، والعرق ده وسيلة الجسم عشان يقلل درجة الحرارة، لأن في بعض الناس بتاخد العرق ده كمعيار ان هي خست ولا لأ. لا، وفي كمان ان هو بيلبس كيس او بيحط حاجة عشان يشجع على العرق في حين ان هو كل اللي بيعمله ان بيخسر مية. نرجع تاني لموضوع العضلة، مع استمرار الانقباض الطويل ممكن الأكسجين يخلص، المصادر اللي بتستخدمها العضلة عشان تطلع الطاقة تبدأ تخلص، فتبدأ تعتمد على مصادر غير الأكسجين، فتبدأ تحاول تطلع طاقة من مصادر غير الأكسجين اللي هي بيسموها الأنيروبيك أو اللاهوائية، لأن أنت ما ينفعش تعمل مجهود والعضلة تقولك لا أنا مش فاضية دلوقتي، فبتبدأ تطلع المصدر البديل للطاقة ده ولكنها بترسب حاجة اسمها اللاكتيك أسيد، وده تراكمه هو اللي بيعمل لك البيرنينج سنسيشن أو إحساس الألم والحرارة اللي بتبقى في العضلة مع المجهود المطول. حضرتك برضو تجاهلت الإحساس ده، خلاص العضلة بتقفش وتعلق على وضع الانقباض، وهو ده اللي بيسمى الكرامب. الكرامب ده عشان تتغلب عليه بتعمل ستريتشنج او ان انت بتفك القفشه بتاعه العضله، زي مثلا بنشوفها في لعيبه الكوره ان هو بيشد عليه مشط الرجل وينزله لتحت على اساس ان العضله تتشد وتفك الانقباض اللي هي فيه. كمعلومه جانبيه كده للي بيلعب بلاي ستيشن، الاستامينا هي قدرتك على انك تدي مجهود لفتره طويله من الزمن اعتمادا على الطرق الهوائيه بتاعه الاكسجين، لان انت وانس ما بدات تخش على الطرق اللاهوائيه اللي هي الانيروبيك بتبدا تحصل لك التشنجات اللي في العضلة. ده الفرق بين حضرتك وبين مثلا لعيبة الكرة المحترفين، ان هو اعتماده على المصادر الهوائية او الاكسجين للطاقة بيكون اكبر كوقت
وبيدي كمية أكبر كمجهود، لأن هي دي شغلته وهي دي حجم العضلة بتاعته، وده المسمى بالاستامينا اللي هو قدرتك إنك تواصل في إعطاء مجهود على فترة طويلة من الزمن. لأن أنت ما بتيجي تقارن نفسك بيه هتلاقي معظم الطاقة اللي أنت بتحتاجها بتطلعها عن طريق المصادر اللاهوائية، وبالتالي بترسب لاكتيك أسيد، وبالتالي بتعمل لك تشنجات. وده السبب مثلا انك بتشوف لعيبة الكرة في نهاية الشوط الثاني بداية الاكسترا تايم بدأ يجيله كرام، لان الاستامينا بتاعته خلص. خد بالك ان العضلة كل ما بتكبر، كل ما بتكبر محتوياتها، كل ما بتديك مدة اكتر لاستحمال المجهود. العضلة عندك ليها قدرة تحمل وليها كم طاقة هتدهولك، وبعد كده هتحصل المشكلة اللي هي بنسميها كرامبات. يعني نقدر نقول ان الكرامبات بتحصل بسبب مينلي حاجة من اتنين، يا زيادة في الانتنسيتي يعني القوة، يا زيادة في الديوريشن يعني المدة، يا اما الاتنين مع بعض. زيادة القوة زي مثال الجيم اللي احنا قلناه مثلا، زيادة المدة زي مثلا انك تكون مش متعود انك تمشي كتير فيحصل لك كرامبات نتيجة المشي، زيادة الاتنين مع بعض اما تروح تلعب كورة وانت مش رياضي. عادة الألم اللي بيجي يا إما بيجي في نفس وقت اللعب، وده الأكيوت، وبيبقى ألم حاد بيجبرك إنك تقف عن المجهود اللي أنت بتعمله اللي هي المشهورة عندنا باسم كرام، يا إما بيجي في شكل قلة كفاءة وقلة طاقة وتحس إنك أنت مش قادر تكمل ولا تعمل أي حاجة، كأن الجسم بيقولك كفاية كده فاندام خلاص، لأن كل عضلة عندها مخزون من الإلكترولايتس ومن الطاقة اللي تقدر تدهولك على حسب ما أنت معودها. طيب لو أنا عايز أكبر حجم العضلة أو بلعب كمال أجسام هتحصل ازاي؟ مبدئيا التسخين ده اهم حاجة في لعب اي رياضة. اول حاجة لازم تعملها وهي التسخين لفترة كافية، يعني حتى انا بقول للناس الغير رياضيين او اللي هم بيسموهم inactive، لو انت فرضا هتلعب ساعة ممكن تسخن 40 دقيقة وتلعب 20 دقيقة، لان التسخين عادة ما بيبقاش فيه حركات فجائية وبيبقى ماشي في اتجاه واحد وبيكون هادي ومفيش اي ضغط عليه. وحاول تشرب مية، وللعلم في مية فيها الكترولايتس اللي قلنا عليهم اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم مخصصة للرياضيين، وده اللي شبه العصير اللي بتشوف الرياضيين بيشربوه سواء في الكرة او في التنس. وخد بالك ان نمو العضلة او الكتلة العضلية بتحصل بشكل تدريجي بسبب الحاجة اسمها مايكروسكوبيك دامج في العضلة. بيبدأ الجسم يصلح الضرر ده عن طريق ان هو يحط بروتين يزود لك الكتلة العضلية، وطبعا الهرمون المساء استخدامه واللي ليه دور رئيسي في نمو العضلة وهو التستوستيرون اللي بيستخدمه معظم لعيبة كمال الأجسام، هو فعلا بيديهم كتلة عضلية لأن دي من أحد وظائفه، بس في كمية أعراض جانبية هديك عنها نبذة لعل وعسى تكون بتسمع الفيديو ده ويخليك تغير رأيك عن إن أنت تاخدها. وطبعا أنا بتكلم عن اللي بياخد تستوستيرون بشكل سيستميك بعيدا عن اللي بياخد التستوستيرون في العضلة مباشرة، ودي كارثة لان العضلات كل ما تكبر المفروض ان الدم اللي رايح لها بيكتر، فبالتالي اللي بيروح لرجليه الرفيعة نفس كمية الدم اللي بتروح لدراعه اللي قد كده، عشان كده مع الوقت بتلاقيه ممكن بتوصل ان ايده بتتقطع عشان خاطر الخلايا ما بتتغذاش كويس. نرجع بقى للتستوستيرون السيستميك او اللي بيأثر على الجسم كله، بيعمل ضغط، بيعمل سكر، بيعمل جلطات، واكيد انتوا شفتوا كام لاعب كمال اجسام بيموت فجأة بدون اي سبب، وبيعمل ضرر على الكبد وعلى الكلى، وبيعمل عقم وبيخليك ذكر في البطاقة بس. فنرجع تاني، مع زيادة الطلب على العضلة وزيادة المجهود المنتظم بيبدأ حجم العضلة يكبر علشان خاطر يواكب التغيرات اللي بتحصل حواليه. وده السبب مثلا انك بتلاقي الشيال بتلاقيه من فوق جسمه مليان عضل، هو ما بيلعبش جيم ولا حاجة، هو كل ما عليه بس ان الجسم برمج نفسه علشان يوافي احتياجات الشخص ده، فبالتالي عمل له نمو في الكتلة العضلية. وطبعا لازم تاخد بروتين لان زي ما اتفقنا هو اللي بيكبر حجم العضلة، وتاخده بنسب معقولة عشان في ناس بتتمادى في موضوع البروتين ده وبتدخل نفسها في مشاكل هي في غنى عنها. واخر حاجة وهي انك تدي لنفسك فترة ريهاب او بيسموها اعادة التأهيل، وده اللي احنا عانينا منه في امم افريقيا لاننا لعبنا 4 اكسترا تايم ورا بعض اخر ماتش. وعشان كده بقول دايما للاشخاص الغير رياضيين لو بدأت تحس باي الم ولو بسيط في اي عضلة كده خلاص انت بالنسبة لك اللعب خلص وتقدر تريح برا، او يقدر يلعب في شكل فيزيس، يعني يلعب 10 دقايق 15 دقيقة، يطلع يعمل ريستنج برا شوية، الدم يرجع يتوزع تاني، العضلة تهدى، وينزل تاني يكمل ربع ساعة، انما ما يلعبش متصل لان هو ما عندوش القدرة على استحمال المجهود العالي لفترة طويلة. اهم حاجة واول حاجة واخر حاجة والحاجة اللي في النص انك ترتاح، لان العضلة كده كده هتتحرك اثناء الحركة، ودي مشكلة اصابات العضلات، عشان كده بتاخد وقت اطول. ممكن في اول يوم تحط عليها تلج ممكن لحد 4 او 5 مرات،
كل ساعتين مرة لمدة 10 دقايق وتغطي التلج، وتكون بتستخدم عازل بين التلج والمكان اللي بتحط عليه. ولو الألم زاد عن يوم تقدر تبدأ تستخدم الكمادات الحارة نفس المدة اللي قلنا عليها، وبرضو لازم يكون في عازل، وتستخدم كمان الأربطة الضغطة لأن دي بتوفر لك الدعم وبتحدد من حركة العضلة شوية. وممكن تلاحظ ان فرضا لو رجليك اليمين عندك الضمة اليمين هي اللي فيها المشكلة، مع مرور الايام بدأت الشمال توجعك، وده لان انت بقيت تدي حمل زيادة على الشمال نتيجة اصابة اليمين، وهتفضل في الدوامة دي لحد ما ترتاح والاتنين يخف. الراحة الراحة الراحة. كده خلصنا الحلقة دي، اشوفكم بخير، سلام عليكم.